السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من دورة HTML على مدونة الأمن للمعلومات. اليوم إن شاء الله سأريكم طريقة استخدام الفيديوهات في HTML. كما ترى معي هنا نتيجة العمل الذي قمت به الذي سأريكم كيف تقومون باستخدامه. ظهر معي فيديو هنا كما ترى معي هنا ظهر معي فيديو نتيجة هذا العمل عبر كتابة الأكواد، يعني تقوم كتابة الأكواد المبينة لكم هنا ثم تظهر لك النتيجة. إذا لكي لا أطيل عليك وكي لا أطيل في شريط الفيديو، تابع معي الشرح. إذا أول شيء تقوم بكتابة الأكواد الأساسية التي نقوم بكتابتها دائما. إن كنت أول مرة تشاهد هذه الحلقة أو أول مرة تتابعني في هذه الحلقة، لا تنسى. وأهم شيء يجب عليك أن تبدأ دورة HTML من الأول، فأصحك بمدونتي تبدأ دورة HTML من الأول www.anfulamal.blogspot.com. تبدأ دورة HTML من الأول، يعني كما ترى هنا حلقات، العديد من الحلقات والشروحات الخاصة بدورة HTML. بعد تعلم أو تعلم أساسيات دورة HTML، تابع معي هذه الحلقة والتي خاصة باستخدام الفيديوهات في HTML. إذا تقوم بكتابة الأكواد الأساسية، ثم تأتي إلى وسم الفيديو هنا، ثم تكتب هيد، يعني هيد هيد، ثم تكتب ويتش ثم تضع سورس ثم تضع كونترا، يعني الأكواد الأساسية التي ستشغل لنا الفيديو في HTML. بعد ذلك تأتي إلى هنا في الويج، ثم تضع 400 على حسب اختيارك أنت. أنا أفضل 400 700. ثم تضع هنا السورس، يعني قبل أن تتابع الحلقة قم بأخذ أي شريط فيديو موجود لديك في الحاسوب، ثم تغير اسمه، تغيره بفيديو، أنا سميته بفيديو. ثم تضع الصيغة، يعني الصيغة أضع فيديو دات ام بي 4، يعني فيديو دات ام بي 4 ام بي 4. ثم هنا تضع كنترول، يعني كنترول يعني التحكم كنترول. ثم تضع هنا تكتب أي شيء بالعربية، تكتب قم بعمل تحديث للصفحة، بعد ذلك عندك شبكة الأكواد ومشبكة الشرح، قم بالضغط على حذف ثم تذهب إلى الصفحة لكي نرى النتيجة. أنا التحديث كما ترى معي ظهر معي النتيجة، يعني الفيديو ظهر معي هنا. نرى الأكواد، يعني في الأول لو أقوم بكتابة قم بعمل تحديث للصفحة، يعني عندما قمت بكتابة الأكواد ظهر لي شريط الفيديو. إذا كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم أو لهذا الدرس عفوا. لا تبخل علينا بزيارة مدونتنا مدونة الأمن للمعلومات. كما ترون هناك كتب www.anfulamal.com، يعني هذا هو الدومين الجديد الذي سيتحول إليه الموقع. فقط أنتظر تحويل المال إلى حسابي في البايبال. بعد ذلك أشتري الدومين وأربط المال المدونة والرابط الجديد للمدونة www.anfulamal.com، يعني هذا الرابط قريبا سأضعه، يعني الدومين الجديد للمدونة. الآن تابعيني على www.anfulamal.blogspot.com. إذن أتركك الآن حلقة جديدة، انتظرني في حلقة جديدة. إلى اللقاء.